الشباب كان بيبعت لي وبيسألني ازاي يلاقي شغل، اصل الظروف في مصر صعبة، اصل البلد ما فيهاش شغل، اصل الحال واقف، اصل 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 اصل. من ضمن الحاجات الشباب قاعد متسنكح على القهاوي وما فيش شغل في البلد. فقعدت افكر ازاي فعلا الشباب يلاقوا شغل، وهل فعلا البلد ما فيهاش شغل ولا لا؟ لا، البلد فيها شغل، واي بلد فيها شغل في بطالة. ايوه، في بطالة في اي بلد في العالم، هتلاقوا فيه نسبة بطالة. وفي حاجة اسمها unemployment، يعني بطالة يعني الناس ما بتشتغلش خالص، لكن في حاجة تانية في المقابل اسمها underemployment. معناها ايه؟ معناها شخص ما بيشتغلش في الدريم جوب بتاعته، في الشغل الجميل الرائع اللي نفسه يشتغل فيه، او ما بيشتغلش في تخصصه، او بيشتغل عدد ساعات قليل، او بيشتغل شغلانة اقل من مستواه ومن علمه ومن خبرته. دي بنسميها under employment. واي بلد في العالم زي ما فيها unemployment وبطالة، ناس ما بتشتغلش خالص مش لاقية شغل، فيها في المقابل underemployment، وفيها طبعا employment اللي هو الناس الشغالة، وفي كمان الانتربرنيور او اللي هم بيسموهم رجال الاعمال الصغيرة، اللي هم بيبتدوا مشروع صغير، بيعمل حاجة صغيرة، ست بتعمل حاجة من البيت. الشغل بمفهوم اكبر هو ان انت بتعمل نشاط ما عشان تخدم شريحة من العملاء او من الزباين، وفي المقابل بتاخد فلوس. لازم نوسع الاول مفهومنا عن الشغل. طيب ازاي اشتغل؟ ازاي الاقي شغل؟ الخطوة الاولانية هي نغير تفكيرنا. انت كنت عايش في بيت والدك، او لازلت طبعا عايش في بيت والدك، وبتاخد مصروف من باباك ومامتك، والحياة الى حد ما اسهل والطف واحسن. بابا بيشتغل في وظيفة وبيديني فلوس وبيديني مصروف، انا بخرج مع اصحابي، انا بجيب سجاير، انا بقعد على الكافيه، انا بروح، انا باجي، انا بعمل، انا بسوي. تقف وقفة مع نفسك وتفكر وتقول انا دلوقتي بقيت راجل، انا دلوقتي بقيت مسؤولة جزئيا عن نفسي، انا دلوقتي مفروض الاقي شغل. اغير التفكير من انا ابن بابا او ابن ماما الى انا ابن الدنيا، انا اللي لازم اواجه الدنيا، انا خلاص يعني هما موجودين وسند ودعم وكل حاجة، لكن انا اقدر اعمل ايه لنفسي. يبقى اول خطوة انك تغير المايند سيت ده، تغير تفكيرك من جوه. النقطة التانية هو ان انت تتعامل مع البحث عن وظيفة كأنها وظيفة. بمعنى ايه؟ دلوقتي انت لو اشتغلت في اي شغلانة، ساي هتشتغل 4 ساعات في اليوم او هتشتغل 8 ساعات في اليوم، الوقت اللي انت هتشتغله في الشغل ده وانت عاطل وانت خالي شغل، مفروض توجهه للبحث عن عمل. ما تجيش ان انت تبقى قاعد على القهوة بتشيش، وقاعد عمال تلعب طاولة وطك ومش عارف ايه، ولا بتلعب استيميشن، ولا الله اعلم دلوقتي بيلعبوا ايه على الكافيهات، يمكن ما بيلعبوش حاجة اصلا كمان، وتقول لا اصل ما فيش شغل، لا اصل انا مش لاقي شغل. ده انت لازم تقعد تدور ساعة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة في اليوم على شغل، على وظيفة. والبحث على عن وظيفة مش لازم ان انا يعني له حاجات كتيرة قوي مفروض تعملها. انت كاتب السي في بتاعتك، انت رجعتها مرة واثنين وثلاثة، هل انت شفت ايه الاشغال اللي معروضة اونلاين مثلا الشركات؟ هل حاولت تتصل بجهات معينة او بناس في حياتك ممكن يساعدوك؟ خلينا نبقى واقعيين، الواسطة موجودة والواسطة بنستغلها ولازم، لانها وسيلة من وسائل ان احنا نحصل على شغل. صح غلط؟ هي غلط بس هي موجودة، وعايزة اقول لكم ان الواسطة موجودة في كل حتة في الدنيا. هنا في كندا ما اسمهاش واسطة، اسمها نتوركينج.
ان انت تخرج وتقابل الناس وتعمل صحوبيات معاهم، يبقى لما حد فيهم يجي قدامه فرصه يقولك كل التوظيف هنا كده، ومش هنا بس، ده هنا وفي امريكا وفي اوروبا وفي كل البلاد اللي انت فاكر ان انت لو جات لك فرصه من السما ان انت تروح وتهاجر وتمشي وهشتغل اي حاجه. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، الحصول على وظيفه له قواعد. اول حاجه اشتغل، كمان يبقى تشتغل على السي في بتاعتك وتدور على الفرص اللي موجوده واللي متاحه. والحاجه الثالثه ان انت تشتغل على نفسك. بمعنى ايه؟ انت ايه مهاراتك؟ انت ايه اللي تعرف تعمله؟ النقطة التالتة ان انت تشتغل على نفسك. انت ايه مهاراتك؟ انت ايه اللي تعرف تعمله؟ انت ايه اللي تعرف تقدمه؟ وما تفتكرش ان انت يعني حاجة عظيمة ولا حاجة كبيرة ولا هتروح تجيب الديب من ديله. انت لازم تفكر وتفكر بواقعية، انا ايه الحاجات اللي اقدر اعملها؟ زي مثلا ان انت مهندس متخرج من الهندسة، ايه البرامج اللي تقدر تستخدمها؟ ايه التولز الجديدة اللي بتقدر تعملها؟ ايه الكتب اللي تقدر تقراها؟ ايه الدورات اللي ممكن تاخدها؟ دي كلها حاجات مطلوبة ودي حاجات كلها مفروضة. زي مثلا ان انت على هتاخد حاجة مهنية، زي مثلا ان انت هتشتغل في النقاشة. ايوه، مش عيب، مش عيب. ايه مهارتك؟ ايه اللي انت عملته؟ دور على فرص ان انت تتعلم، ان انت تزود مهارتك. النقطة اللي بعد كده هي ان انت يكون عندك استعداد انك تقبل اي وظيفة. بمعنى ايه؟ طبعا كل واحد فينا عنده دريم جوب، الوظيفة اللي نفسه بيحلم بيها. نفسي اشتغل في مايكروسوفت، نفسي اشتغل في شركة كبيرة، نفسي اشتغل محصل كهرباء بياخدوا نسبة كويسة من التحصيل، نفسي اشتغل this، نفسي اشتغل that. مش مشكلة your dream job ايه، هتوصل له. بس لازم النهاردة تقبل بأي وظيفة. ليه بقى؟ اول حاجة، الناس ما بتحبش توظف العواطلية. لو هتتوظف بالطريقة التقليدية، الناس بتحب توظف ناس على رأس عملهم، لأن العاطل ده بصراحة يعني بيبقى الواحد متخوف. طب أسأل عليه مين؟ طيب أعرف هو عمل إيه في حياته؟ عاطل يعني قاعد على القهوة للأسف، يعني مضيع وقته، يعني ما وراش حاجة توري إنه قد المسؤولية. اعمل مشروع، اي مشروع مع اصحابك، اعمل اي حاجة تقدروا تعملوها. لما تقبل اي شغلانة كمان انت بتاخد دخل، لان كفاية بقى ان انت تبقى متخرج من الجامعة ولسه بتاخد مصروف او لسه بتاخد فلوس من ابوك وامك. دي مأساة، دي مأساة. النقطة اللي بعد كده، عشان انا مش فاكرة العدد بقى كام، هو تضييع الوقت. انت في سن صغير دلوقتي وفاكر ان الوقت هنا، وبتسمع باباك وبتسمع مامتك وبتسمع عمك وبتسمع اصحاب باباك وهم بيكلموك، يا الناس العواجيز دول، الدقة قديمة اللي ما بيفهموش حاجة في الدنيا، ده انا اعرف اكتر منهم. لا حبيبي، انت ما تعرفش اكتر منهم ولا حاجة. يمكن انت تعرف تعمل سناب شات، يمكن انت تعرف تدور على الانترنت، يمكن تعرف تعمل شوية حاجات، لكن الناس دي بالحياة اللي هم عاشوها دي، دول عندهم خبرة. في منهم مش على قدر من الحكمة، في منهم اللي خبرته في الدنيا عبارة عن سنتين ثلاثة مكررين، ولكن ده ما يعنيش ان هما مش فاهمين حاجة ومش عارفين حاجة. لا، في منهم فاهمين حاجة وفي منهم عارفين حاجة. ودايما دايما النصيحة اللي اغلب الكبار بيقولوها للشباب هي ما تضيعش وقتك. يدخل عليه يلاقيه مثلا قاعد على الكمبيوتر طول الوقت. على فكرة الأبات والأمهات أذكياء، بيعرفوا بجد إذا كنت بتشتغل في حاجة مفيدة ولا إذا كنت بتهلس وبتضيع الوقت وخلاص. أنا بشتغل مع ناس وبعين شباب
بيعملوا لي ديزاين، بيعملوا لي بروجرامينج، بيعملوا لي الحاجات دي وهم قاعدين في البيت. واحد منهم مرة قال لي بابايا يعني في الأول ما كانش قادر يفهم يعني ايه انا بشتغل في البيت على الكمبيوتر بتاعي، يعني دي ايه ده شغل ايه ده، مش قادر يفهم مفهوم الفريلانسنج ان انا بشتغل حر، ان انا بعمل مشروعات لده ولده ولده ولده. بعد شوية ابتدى يبص يدخل يلاقيني فاتح شاشة الكمبيوتر، لا انا فاتح فيسبوك ولا انا فاتح بعمل شات ولا قاعد بتكلم مع البنات، يمكن بيعمل الكلام ده بس يعني في وقت تاني، بس قاعد شايف ان انا بعمل حاجة، ان انا بشتغل. ومش بس كده، البرهان الاكبر على ان هو بيشتغل ان هو معاه فلوس، ان الولد ابتدى يحوش وابتدى يتعلم برامج تانية ويتعلم حاجات تانية ومهارات تانية عشان يزود البورتفوليو بتاعه. فانت عندك تولز في ايديك، عندك التليفون، عندك اللابتوب، عندك بدل ما تقعد بالساعة والاثنين والثلاثة واربعة. انا يعني انا في مرة في مصر بتكلم مع حد وصعقت ان ممكن حد يقعد يتسنكح ويقعد في الكافيه او يقعد في اي حتة بالاربع والخمس ساعات. واو، اربع او خمس ساعات كل يوم كل يوم، ده ايه الزهق ده، ده ايه الملل ده؟ هتروح بديسكوتيك ولا تروح حاجة بالليل وتهاف فن وتقعد تتكلم مع العيال وتهلس وتهرج وتسمع مزيكا صاخبة وترقص لك شوية؟ اوكي، بس كل يوم this is too much. امال هتلاقي فين وقت ان انت تبني حياتك؟ هتلاقي فين وقت ان انت تهتم بصحتك؟ هتلاقي فين وقت تبني نفسك؟ الحاجة التانية بقى، ان لو عندك حلم ما تخليش حد يحبطك. بس ده لو فعلا عندك حلم وعندك القدرة ان انت تشتغل عشان توصل للحلم، دور شوف مين اللي ممكن يساعدك. لو رحت مثلا لباباك او لمامتك او لحد من العيلة وقال لك يا ابني الكلام اللي انت بتقول فيه ده لكن انت عارف ان الفكرة بتاعتك فكرة صح وفكرة كويسة، ما تسمحش لحد ان هو يحبطك، ما تسمحش ان الحد ان هو يوقف حياتك. لكن لازم يكون عندك حلم، لازم يكون عندك هدف. ما تضحكش على نفسك وعلى الاخرين وعليا وتقول لي إيه لا 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 اصل انا نفسي، اصل انا مستني الفرصه، اصل انا في دماغي فكره. ماشي حبيبي، تعالى يلا هات الورقه والقلم وتعالى اكتب لي الفكره بتاعتك، تعالى قول لي ايه الريسيرش اللي انت عملته، ايه البحث اللي انت عملته، ازاي دورت على الفكره دي، ممكن تتعمل ازاي. المعلومات موجودة. لكن للأسف في مننا كتير بيخدع نفسه بأنه بيفهم نفسه أنه هو عنده حلم. الحلم مجرد حلم، حاجة كده طايرة. لو ما مسكتش ورقة وقلم وكتبت بلان، خطة ازاي هتوصل للحلم ده، واشتغلت على الخطة دي كل يوم حتة 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 حتة، هتفضل مغموس في الحلم ده طول حياتك. النقطة التانية، ان السي في بتاعتك او الريزومي بتاعتك مش كفاية ان يبقى عندك ورقة وكاتبها ودورت على الانترنت وجبت the best resume template لشغلانة كذا 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 وقعدت ترص كلام 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 كلام. الريزومي الصح او السي في الصح او السيرة الذاتية الصح اللي بتبقى مليانة بالاتشيفمنتس، بحاجات انت فعلا قدرت تحققها. ده انت لو رحت صنعت حاجة وعملت حاجة ومسكت الشواكيش ودقدقت وعملت حاجة، انت ممكن تكتب ان انت you designed a product، صممت منتج، عملت بروتوتايب، عملت عينة مبدئية او تصميم مبدئي ونفذته، او ان انت مثلا رسمته بالاوتوكاد او بسوليد ووركس او كذا، او ان انت عملت انيميشن، او ان انت دهنت شقق، او ان انت كنت بتشتغل في مطعم وزودت نسبة المبيعات بكذا،
او ان انت كنت برضو بتشتغل في مطعم وزودت نسبة رضا العملاء والحاجات اللي بتتكتب في الفيدباك بكذا، الريزومي بتاعتك مش مجرد رص الكلام واخده كوبي وبيست من على الانترنت، الريزومي بتاعتك هي الاتشيفمنتس، الحاجات اللي انت قدرت تحققها. الحاجة التانية برضو الريزومي بتاعتك او السي في بتاعتك not enough. ليه؟ لان انت محتاج تطلع بره وتروح تشوف في ايه في السوق، في ايه في الدنيا، وتقابل ناس. على فكرة مصر زيها دلوقتي زي دول كتيرة جدا، بقى فيها ايفنتس كتير وحاجات تقدر تروح وتحضرها وتلبس وتتشيك وتجهز نفسك، ويبقى وتبقى مالي ونافخ صدرك بقدر كبير من الكونفيدنس ان انت تروح وتسلم. ايوه يا فندم، انا دلوقتي ما بشتغلش شغل وظيفة، لكن انا بشتغل على مشروع وبعمل كذا وبعمل كذا. انا ممكن ابعت لحضرتك لينك مثلا فيها حاجات انا عملتها او في حاجات انا اشتغلتها. اخترع لنفسك بروجيكتس واشتغل فيها حتى ولو ببلاش، عشان تبقى هي دي سابقة اعمالك وانت اصلا ما عندكش سابقة اعمال لسه. الحاجة التانية في مفهوم الهيد هانتنج، ان انت يعني ان في حد يجيب لك وظيفة لغاية عندك. ابقى انت يور هيد هانتر. بمعنى ايه؟ دور على الشركات اللي انت نفسك تشتغل فيها، دور على الجهات او الحاجات اللي انت عايز تبقى جزء منها، ودور وشوف حد بيشتغل هناك واعرف منه معلومات المكان ده بيشتغل فيه ازاي، التعيينات عندكم بتتم ازاي، بيتفتح باب التعيينات امتى، بيتقفل امتى، بتختاروا ازاي، هل في لجنة، هل في امتحان. انت اسأل، دور، دعبس. شغلتك انك تلاقي شغل، فاستغل الوقت ده. لو الشغل اللي هيجيلك هتشتغل فيه 8 ساعات، يبقى 8 ساعات مفروض ان انت تدور على شغل. بس التدوير على شغل مش زي في الافلام العبيطة زي وش اجرام، فيلم اهبل عبيط يقولك انا من كتر التدوير على شغل مش لاقي شغل، وهو كان اوريدي بيشتغل بس كان مهمل في شغله وكان غير امين. بيتزا بيوصلها ياكل البيتزا، ودي هنتكلم فيها النقطة التانية اللي هي الاثكس او الاخلاق. مش فاهم الدنيا، متخرج من المعهد لكن معلوماته ضحلة، ما طورش نفسه، ما عملش اي حاجة. النقطة بقى اللي بعد كده هي الاخلاق. احنا بنبتدي نبني سمعتنا من اول يوم بندخل فيه الجامعة، لان من اول ما طلعت من المدرسة ودخلت الجامعة هنا ابتدى الفيوتشر بتاعك. الفيوتشر بتاعك ما ابتداش من لما اتخرجت من الجامعة او من المعهد اللي انت فيه، لا، مستقبلك ابتدى من اول لحظة انت دخلت فيها الجامعة. علاقتك بالدكاترة بتوعك، علاقتك بالمعيدين، علاقتك بزمايلك، لو في تدريب عملي في الجامعة، علاقتك بالناس اللي انت بتتدرب معاهم، المشاريع اللي انت بتعملها في اثناء الدراسة، الحاجات اللي انت بتعملها اثناء الدراسة، سواء خاصة بالدراسة او انشطة تانية طلابية او حاجات تانية. ابني سمعتك وابني الفيوتشر بتاعك من الفترة دي. طيب خلاص انت اتخرجت، ضاعت الفترة دي، قضيتها في الهلس والرحلات والكلام والبنت فلانة والولد علان ومش عارف ايه والكلام ده كله. دلوقتي انت اتخرجت، الوقت بتاعك ده فكر انا ازاي استغله. لو جات لي وظيفة مجرد ان انا اروح امسح بلاط في محل، حط في دماغك ان انا لازم هعمل احسن شغل ممكن في الدنيا، هروح في المواعيد مظبوطة، يعني هبقى شكلي بريزنتابل وابن ناس، وتفر الشغلانه اللي انا هعملها هاديها باخلاص وبامانه. شوف، مع ان انت مجرد بتمسح بلاط، لكن كل ما تقرر ان انت تعمل شغلك بامانه ويتعرف عنك، لا ده فلان ده شغيل، ده فلان ده هو زي السيف، ده فلان ده هو اخلاق، انت بتبني سمعتك حته حته. وكل مرحلة انت فيها زي محطة القطر، كل محطة انت فيها بتوديك للمحطة اللي بعدها، فابني سمعتك. الحاجة الأخيرة بقى
ان في عالم بيوند الانترنت. الانترنت حلوة جدا ومهمة جدا، وانا نفسي بستخدم الفيرتشوال بيزنس موديل والتيم بتاعي في كل انحاء العالم والكلاينتس بتوعي في كل انحاء العالم ومتواجدة بشدة على السوشيال ميديا وكل الكلام ده، لكن في عالم اخر موازي كأنه مدخل للعالم الحقيقي. ما تستخباش ورا التليفون بتاعك، ما تستخباش ورا اللابتوب بتاعك، في حاجات تانية. اخرج للدنيا، مش عشان تقعد على القهوة، مش عشان تقعد على الكافيه، لا، مش عشان تقعد في ستاربكس طول الوقت مع اصحابك، لا، اخرج للعالم. بمعنى شوف فين اماكن الشغل، فين الدورات، فين كل واحد يفكر في مجاله، الناس اللي بتشتغل اللي انا نفسي اشتغل زيهم بيروحوا فين، بيعملوا ايه، ممكن اقابلهم فين. السوشيال ميديا والانترنت بتعرفك، بس هي مدخل للعالم الحقيقي لكن مش هي العالم الحقيقي. ارجو الكلام اللي انا قلته يكون مفيد ويخليك تفكر ويخليك تفكري في طرق ازاي تلاقي شغل وازاي تلاقي فرصتك وازاي تخلق فرصتك وازاي تلاقي عمل ليك برغم الظروف الصعبة، برغم التحديات، برغم الصعوبات اللي بنقابلها.